الدولة دي علشان تقدر تبني صح لازم تنظف الأرض، وتنظيف الأرض يعني الحرب على الفساد، والحرب على الفساد شغالة بما لم نحلم بيه، لأنها شغالة على كل المستويات. طول عمرنا بنسمع كلمة الموظف الصغير يشيلها، يدخل واحد صغير ويشيلها ويعترف ونخلص، لكن الجديد في دولتكم الجديدة بإرادتكم أنتوا إن احنا بنلاقي مدراء عموم، بنلاقي وزراء، والمسألة طالت الجميع من القضاة لأعلى يعني مراتب الدولة. ده معناه إن الحرب على الفساد حرب جادة، حرب حقيقية، ولا المسألة برضو زي ما كانوا بيقولوها لكم والبعض منكم يبيع ودانه ويسيبها؟ والمرة دي ما هيش جاية من فوربس الأمريكية، ده جاية لكم منكم فيكم، لأن الخير اللي جواكم هو اللي بيخلي البلد دي تقف على رجليها برغم كل الضغوط وكل قوى الشر اللي بتشتغله. علشان كده لو قلت لحضراتكم إن يعني في إطار مواجهة هيئة الرقابة الإدارية للفساد وحرصها للحفاظ على المال العام، تم ضبط استشاريين من مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية ورئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وده على خلفية حصولهم على مبالغ مالية بلغت حوالي 1,000,000 جنيه. المهم هنا انهم شركتين، عشان السوشيال ميديا لما تشتغل مش بس الاستشاريين بتوع مكتب ممدوح حمزة، لا، انا عندي رئيس قطاع المراجعة في شركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام. وده على خلفية ايه؟ الرشوة اتدفعت ليه؟ اتدفعت على خلفية اعمال تطوير ميناء الحمراوين في مدينة سفاجة. علشان كده بمجرد المسألة ما بقت واضحة بالشكل ده، الميناء ده، تطوير الميناء بتاع الحمراوين اللي بيشرف عليه مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية، على طول تم التعامل والنيابة الإدارية دخلت والشغل تم، لأن بيقول اهو: وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا صدرت القرارات بتفتيش مقر شركة التعدين النصر للتعدين ومكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية. وطبعا احنا كده في بداية العملية القانونية، بعديها بقى تيجي كل التحقيقات تقول لنا ايه الموضوع. علشان كده من فضلكم قبل لخبطة السوشيال ميديا، الحكاية مش ممدوح حمزة بس، ولا الحكاية سياسة، ده الحكاية حرب على الفساد. والعملية دي فيها اتنين، فيها شركة النصر للتعدين وفيها مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية، تلاتة. العملية دي بناء على القصة بتاع ميناء الحمراوين اللي بيتم تطويره في مدينة سفاجة. لكن ممدوح حمزة ده قصة تانية، ممدوح حمزة مش هو اللي تم إلقاء القبض عليه ولا التعامل معاه، لأن دول المشرفين على المشروع من مكتبه. طيب هل ده بيخلينا ننسى ان في جزء أساسي في شخصية ممدوح حمزة طول الوقت بيبقى فيها حاجات كتير بنكتشفها، زي ما تقدم لنا قبل 25 يناير، الدور بتاعه في الميدان في 25 يناير، الدور بتاعه فيما بعد 25 يناير، دي قصة أخرى. لكن الدولة شغالة، شغالة في اختصاصاتها. دورنا إحنا إن إحنا ممكن نفتكر كويس قوي، علشان أنتوا اللي هتردوا على اللي هيحصل على السوشيال ميديا من لجان أهل الشر إياهم إن الموضوع مش ممدوح حمزة، وإن كان ممدوح حمزة نفسه مش بريء. عايزين تشوفوا ممدوح حمزة مش بريء؟ ممدوح حمزة مش بريء في 100,000 فيديو بالصوت والصورة. قناة السويس تستوعب بوضعها قبل الترعة اللي عملها 80 مركب في اليوم. حصل 84. طب احنا كان بيعدي عندنا كام؟ 50 مركب متواصل في اليوم. يعني ممكن نستوعب كمان 60% زيادة. طب وال 60% كانت جاية؟ لا. أنا حضرت مؤتمر نيابة عن ابني في 22 ابريل 2012 في لوزان. اسمه انترناشونال كوموديتي تريد. تجارة السلع العالمية. ابني شغال في الموضوع، ما قدرش ياخد فيزا السويسري، ما قدرش، فقال لابوها دافع 2,200 جنيه استرليني، اديني الصوره وروح. فلقيتها صفقه، روح.
كان محور هذا المؤتمر اللي كانت منظماه مجله الفاينانشال تايمز البريطانيه، وكان فيه صحاب اكبر شركات تريد في العالم في البترول، شركات النحاس العالميه، الالومنيوم، الفضه، شركات البترول، كل الكوموديتي السلع في العالم التوب توب كانوا هناك. كل المؤتمر في 2012 على انخفاض وهبوط التجاره العالميه في الخمس سنين القادمه.